اخر مرحله حنصورها هي الموجوده بالابارتمنت. طبعا هاي هون عندنا سوينج بول هون موجودين، هذول الشقق اطلال دايركت على البحر، طبعا مساحات الخضره كثير. نحن هنفوت نشوف هاي شقه العرض، غرفه وصاله بس. الموجودين حاليا استديوهات مساحتها 480 قدم. هاي الفينشينج بتيجي، طبعا هدول هوتل ابارتمنتس وممكن تاخذوا عليهم عوائد سنويه لمده 12 سنه 8%. هاي الغرفه تكون هيك شايفينها، هون الحمام، طبعا هاي كانت نهاية جولتنا بهارت اوف يوروب. إذا حابين تفاصيل أكثر ومعلومات أكثر عن البنايات أو السي هورس فيلاز أو المانشنز أو حتى الفيلاز موجودين بمنطقة جيرماني، بس ما فينا نفوت نصورهم. ممكن تتواصلوا معي، كان معكم بسام سعد الدين.